السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لقائنا اليوم إن شاء الله هنتحدث عن الايزوتوبيك داتا اللي موجودة في الجدول اللي انتهينا منه في المحاضرة الماضية الايزوتوبس اللي هي النظائر قلنا عنها المرة اللي فاتت النظائر ايزوتوبس وقلنا هي الايزوتوبس بتختلف في الأتوميك ماس وبتتفق في الأتوميك نمبر والسبب في ذلك اختلافها في عدد النيوترونات. اما عدد البروتونات وعدد الالكترونات متساوية في جميع النظائر اللهم الا انها بتختلف في عدد البروتونات اي بتختلف في الأتوميك ماسز. وجد العلماء أن هناك الكثير من العناصر لها نظائر مختلفة وضعوا هذه في جدول هذا الجدول ببين أنه بعض العناصر اللي لها آيزوتوبس مختلفة قد يكون الآيزوتوبس اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك مثلا الهيدروجين له ثري آيزوتوبس الهيدروجين H11 و H12 H13 ووجدنا انه الاتوميك ماس يونت وحدة الكتل الذرية لكل واحد منهم تختلف عن الثاني، وأيضا النسب اللي موجودة في الطبيعة بتاعتهم أيضا بتختلف عن بعضها البعض، فمثلا الهيدروجين 11 نسبة تواجده في طبيعة. 99.985% هيدروجين 1.2 2 نسبته في الطبيعة 0.015% و هيدروجين 1-3 تريس يعني نادرا ما يكون موجود في الطبيعة وإلهم أسماء مختلفة الأولاني طبعا 1.1 1 اسمه الهيدروجين ال H12 اسمه الديوتيريوم و H13 اسمه التريتيوم آه ايضا لو وجدنا طبعا في رقم 2 اللي هو الهيليوم حنجد له آه نظيرين النظير آه هيليوم H3 وهيليوم H4 وايضا الهيليوم H3 التريس موجود في الطبيعه بنسبه نادره أما الثاني موجود في نسبة 100% بالمئة. الليثيوم له أيضا نظرين ليثيوم 36 وليثيوم 37 ليثيوم 36 طبعا يكون نسبته قليلة في الطبيعة 7.42% الليثيوم 37 نسبته في الطبيعة 92.58% وهذا الكلام ينطبق على باقي العناصر الموجودة زي مثلا البريليوم في الشلاء فقط البريليوم فور ناين ملوش نظائر مئة في البورون زي ما انت شايف طبعا له نظرين الكاربون ثلاث نظائر والكربون طبعا من العناصر المهمة جدا واللي هي لها دور فعال في الكثير من عمليات الدراسات العلمية زي الكشف عن العمر الزمني لطبقات الارض في الجيولوجيا وتحديد العمر الزمني للموميات الموجوده بحيث انه جسم الانسان بيحتوي علي كميه كبيره من عنصر الكربون اذا عنصر الكربون يحتوي علي اللي هو نظار ثلاث نظار كربون 612 كربون 613 كربون 614 الكربون 614 طبعا بتكون تريس الكربون 613 نسبته بسيطة 1.11 بيرسنت الكربون 612 اللي هو نسبته 98.89 ايضا النيتروجين اوليو نظرين زي ما انت شايف والنيتروجين 714 و 715 و715 اللي هو نسبته بسيطه جدا 0.37% اما الباقي لا 714 اللي هو 99.63% الاكسجين له ايضا ثلاث نظار وهو مهم جدا كمان في الدراسات الاكسجين 816 والاي 17 والاي 18 واكبر نظير فيهم اللي هو الاول 816 ونسبته موجوده 99.75 9 اما الباقي أنا نسبتهم بسيطه كذلك الفلورين موجود بنسبه 100 بالمئه النيون وهو احد العناصر الخامله نيون 10 و 21 و 22 برضو اللي هو له نسب مختلفه في الطبيعه الاولاني اللي هو اكثرهم ابندس موجود في الطبيعه 19.92 الثاني 0.26 الثالث اللي هو 1022 8.82 الصوديوم طبعا موجود بنسبه 100% وهو ليس له نظير الصوديوم 1123 اما المغنيسيوم موجود في وجود ثلاث نظائر له 1224 1225 1226 طبعا حتلاحظ انه الاول موجود بنسبة 78 70 10.13 الثالث 11.17 طبعا كنا المحاضرة الماضية وصلنا لعند هذه النقطة اليوم إن شاء الله حنتحدث عن البيرسنت كومبوزيشن عن البيرسنت كومبوزيشن باي ماسز بمعنى إنه إحنا يعني حنتكلم عن النسب المئوية للمكونات للمادة عن طريق الماسز طبعا أنا عندي طريقتين عندي تو ميثودز عشان أعبر عن النسبة المئوية لمكونات مكونات العنصرية المكونات العناصر في المادة عندي two methods for expressing the percent element composition of a substance الطريقة الأولى بنحسب النسبة المئوية بواسطة عدد الذرات الموجودة في المادة والثانية النسبة المئوية بواسطة الكتلة الموجودة للعناصر في المادة اذا في عندي طريقتين عشان انا احسب مكونات إن المئويه للعناصر داخل الماده الطريقه الاولى البيرسنت باي نمبر اوف اتومز والطريقه الثانيه البيرسنت باي ماس طبعا هنلاحظ انه النتائج العدديه في الطريقتين بتختلف عن بعض بسبب الاختلاف في الاوزان الذريه بسبب الاختلاف الاوزان الذريه لذرات العناصر فمثلا لو اخذنا اللي هو الجسم الانسان مثلا بيحتوي تقريبا على الاكسجين بنسبة 65 في المية بسبب انه طبعا الاكسجين هذا موجود في الماء والماء اكبر مكون موجود في جسم الانسان ولانه طبعا الاكسجين يعتبر الاتوميك ماس يعني الوزن الذري تاعه أكبر من الهيدروجين بمقدار 16 مرة مقدار 16 مرة 16 times heavier than hydrogen heavier than hydrogen إذا من الناحية العددية من الناحية الكتلية بنلاحظ إنه الجسم الإنسان بيحتوي على 65 في 165 بيرسنت أما لو إحنا جينا من الناحية العددية بنلاحظ إنه نسبة الهيدروجين أكبر من نسبة الأكسجين أكبر من نسبة الأكسجين عدديا بالنسبة لعدد الذرات ويرجع الأمر إلى أنه الهيدرو الووتر مكون من اثنين هيدروجين واحد أكسجين يعني عدد الهيدروجين ضعف عدد الأكسجين في جزيئات الماء اللي هي مكونة أو أكبر مكون من المكونات داخل جسم الانسان الكربون ايضا بيكون هو المكون الثاني الكربون هو عباره عن السكند موست اباندنت إليمنت الموجود في الجسم من ناحيه الكتله من ناحيه الكتله عشان هيك انه احنا بدنا ناخذ الجدول الجدول الموجود امامك تيبل 3.3 هذا التيبل بنتكلم عن الاليمنتس وهذا الاليمنتس موجود داخل جسم الهيومن إيه بادي برضو بنتكلم عن البيرسنت باي ماس بنتكلم عن البيرسنت باي نمبر اوف اتومز طبعا الاكسجين زي ما انت شايف بيمثل 65% في الميه الاكسجين بمثل 65% من ناحيه الماسز لانه الكتله بتاعته عاليه لكن من ناحيه العدد بمثل 26 في المية 26% لكن تعال الهيدروجين من ناحيه الماسز لانه خفيف او الوزن الذري بتاعه بسيط بمثل 10 في المية لكن من ناحيه العدد هنا بيمثل 60% بيمثل 60% في المية. لاحظ انه من ناحيه العدد الهيدروجين بيمثل 60% في المية. اما من ناحيه الكتله فان الاكسجين بيمثل 65% لانه الاكسجين زي ما قلت لك الوزن الذري بتاعه بيساوي 16 مره 16 times heavier than hydrogen heavier than hydrogen طبعا هذه الملاحظة طبعا أنت لاحظت جيدا أنه يعني مثلا الكربون باي ماسز يعني الكربون 12 طبعا بمثل اتوميك ماس تاعته اذا بمثل 18 في المية النسبة الموجودة تاعته لكن عدديا بمثل 11 في المية عدديا هاي 11 في المية زي ما انت شايف النيتروجين وطبعا التريس Amounts اللي هي والاول اذرز اللي هي كميات بسيطه لكن انت ايش مش لاحظ انه احنا اه وجدنا الكومبوزيشن باي ماسز والكومبوزيشن باي نمبر اوف اتومز وكيف اختلفوا عن بعض الان حنتكلم عن ذا Periodic لو اند Periodic Table طبعا القانون الدوري والجدول الدوري القانون الدوري والجدول الدوري طبعا الجدول الدوري مرتبط بالقانون الدوري والقانون الدوري اللي هو وضعه اللي هو عالمين العالم الاول اللي هو فلاديمير مندليف هذا العالم الاول اللي هو مندليف ديمتري مندليف وطبعا وضع قانون الجدول الدولي هو هو عالم الماني هو عالم الماني اللي هو عباره عن جوليوس لوثر مير اذا العالمين العالم الروسي والعالم الالماني هم اللي وضعوا هذا القانون وعشان هيك العالم الروسي اللي هو مندليف اخذ عده جوائز على هذه الاكتشافات ووضعوا ما يسمى بالبيريدوك لو اللي هو القانون الدوري وهذا القانون الدوري states that when elements are arranged in order of increasing atomic number, elements with similar chemical properties occur at periodic regularly occurring intervals. يعني الكلام بيقول انه الجدول الدوري انه القانون الدوري بنص على انه العناصر عندما ترتب ترتيبا دوريا حسب الزيادة في العدد الذري لهذه العناصر فإن هذه العناصر تتشابه كيميائيا تتشابه كيميائيا عبر تكرار الدورة عبر تكرار الدورة وعلى هذا الأساس تم عنا تكوين فكرة من خلال هذه المعلومات عن إيجاد ما يسمى بالبيريدكتيبل اللي هو الجدول الدوري والجدول الدوري عبارة عن uh, uh, is a tubular arrangement of the elements is a tubular arrangement of the elements uh, in order of increasing atomic numbers such as elements having similar chemical properties are positioned in vertical columns يعني بيقول انه رتبت هذه العناصر في جدول uh, حسب الزيادة في العدد الذري لهذه العناصر ووجد انها تمتلك صفات كيميائية بشكل دوري هذه وضعت فيما يسمى بالأعمدة الرأسية والأعمدة الرأسية اللي احنا اطلقنا عليها فيما بعد اللي هي المجموعات اذا الجدول الدوري الان اتكون من بيريودز اللي هي الدورات وتكون من الكولومز اللي هي المجموعات زي ما هتكلم عليها بعد شوي ان شاء الله تعالى اه اذا في عندي ما يسمى بالجروبس اوف بيريودز اوف اليمنتس البيريود اوف اليمنتس اذا ما هو البيريود طبعا الجدول الدوري موجود العناصر موجوده في جدول دوري اذا ذا لوكيشن اوف ان اليمنت within the ذا table تيبل از by giving it is period number and a group number إذا في عندي العناصر هذه موجودة في جدول مرتبة في جدول هذا الجدول له يعني عدد أو رقم دورة ورقم المجموعة ما هي الدورة؟ إيش هو البيريود؟ إيش هو الدورة؟ دورة بنقول is a horizontal row of elements in the periodic table. اذا الدوره هو عباره عن الصفوف الافقيه للعناصر داخل الجدول الدوري داخل الجدول الدوري لو اخذنا مثلا بعض العناصر زي الصوديوم والمغنيسيوم والالمنيوم والسيليكون الفوسفوراس الـ 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 السلفر والكلور اند ارجون ار اول ممبرز ان بيريود 3 يعني بتلاحظ انها موجوده في يعني العناصر اللي ذكرتها من شويه موجوده في البيريود رقم ثلاثه الصوديوم المغنيسيوم الالمنيوم السيليكون الفوسفورس السلفر الكلور اند الارجون هذه موجوده في الدوره رقم ثلاثه اذا الهوريزونتال رو اللي انت شايفها هذه هي اسمها رو هي عباره عن دورات وكل دوره تاخذ اللي هو الارابك نمبر اللي هو 1 2 3 4 5 6 7 وهكذا هذا اسمه الارابك نمبر اللي الارقام العربيه الارقام العربيه وفي عندي اللي هي الفيرتيكال كولوم هذا يسمى الفيرتيكال كولومز هذا الفيرتيكال كولومز عباره عن المجموعات او الجروبس هذه المجموعات او الجروبس اللي, اللي في الفيرتيكال كولومز Uh, مرقمه ايضا بترقيم الرومان نمبر 1 uh, A 2 A 3 A 4 A 5 6 7 8 A اذا مرقمه بالرومان نمبر من الرقم 1 الى الرقم uh, 8 من رقم 1 الى رقم 8 هذا في اللي هو تقسيمه A وفي تقسيمه اخرى إلها اللي هي تقسيمه B 3B 4B 5B 6 7 إلى آخره من البي إذا هو مقسم حسب الرومان نمبرز واللترز مقسم إلى 2 لترز A اند B ومقسم إلى رومان نمبرز طبعا لاحظ أيضا أنه الجدول الدوري اللي هو بيريدكتيبل الموجود قدامك هذا موجود في اللي هو الجروبس وموجود في البيريودز طبعا كل الشكل الخارجي له من الداخل كل واحد موجود فيه اللي هو اللي هو مستطيل هذا المستطيل يحتوي على اللي هو الرمز الكيميائي للعنصر ويحتوي على الاتوميك ماس تاعه والاتوميك نمبر بتاعه زي ما انت شايف زي ما هنا مفصل لك اللي هو الكروميوم سيمبل اللي هو الرمز الكيميائي هنا الاتومك نمبر وهنا الاتوميك ماس بتاعه طبعا لاحظ انه الجدول الدوري انه جميع العناصر هيها مثلا اخذنا الدوره الاولى اجد الدوره الثانيه آه بعدين الدورة الثالثة والدورة الرابعة وهكذا إذا هذا بتنتهي الدورة من عند لعند العناصر الانتقالية وبتبدأ بالعناصر الموجودة في المجموعة الأولى آه اللي هو بنسميها الألكالي مثل العناصر القلوية القناصر القلوية إذا آه نلاحظ أنه كل احنا بننتهي من دورة وبنبدأ في دورة أخرى، هذه الدورة بتنتهي بعنصر أو تبدأ بعنصر لو رتبنا هذه العناصر تحت بعض وجدنا إنه هذه العناصر في عندها اللي هو كيميكال بروبارتيز متشابهة مع بعض، اللي هو الخواص الكيميائية في كل مجموعة وهذا هو الـ يعني اللي احنا تكلمنا عليه انه الصفات او الكيميائية اللي هي الصفات الكيميائية للعناصر تتكرر عبر كل دورة تتكرر تكرارا او بالتكرار فوجدنا انه المجموعة الواحدة مثلا المجموعة الاولى ايه ما عدا الهيدروجين طبعا اللي هو نون ميتال الباقي كله عباره عن ميتال والعناصر هذه كلها من الليثيوم والصوديوم والكريبتون والروبوديوم والسيزيوم وكل العناصر والفرانسيوم كل هذه العناصر الموجوده في الدوره الاولى حنلاحظ انه متشابهه في الكيميكال بروبرتيز الى حد ما متشابهه في الكيميكال بروبرتيز بتاعتها آه، وهذه المجموعه اطلق عليها اسم مجموعه الالكالي ميتالز المجموعه الثانيه ايضا المكونه من البريليم والمغنيسيوم والكالسيوم والسترانشيوم والباريوم والروبديوم اللي هو الراديوم اللي هو مكون هذه العناصر كلها اللي هي ايضا آه متشابهة في الخواص أو في الصفات الكيميائية الكيميكال بتاعتها وهذه العناصر أطلق عليها اسم الأيرث أركان ميتال والعناصر الجروب الموجودة في ال 7 اي اطلق عليها اسم عناصر الهالوجينز او الهالوجينات اللي هي تتكون من الفلور والكلور والبروم واليود والانثينيوم والعناصر الموجودة في المجموعة الثامنة ايه اللي هي بتبدأ بالعناصر اللي هي عبارة عن عناصر بنسميها العناصر الخاملة النوبل جازز والنوبل جازز هذه اللي هي عباره عن الهيليوم والنيون والارجون والكريبتون والزينون الى آخر من العناصر هذه العناصر طبعا زي ما انت شايف انه هي عناصر اللي هي عناصر خامله اللي هي النوبل جازز اللي هي المجموعه الثامنه او المجموعه الصفريه بنطلق عليها المجموعه الصفريه وفي اخر مجموعه صفريه زي ما انت شايف انه في عنصر اللي هو 118 هذا لسه لم يكتشف بعد والعنصر 116 و115 و114 و113 و112 هذه العناصر لم تكتشف بعد وإنما ترك لها مواضع شاغرة في الجدول الدوري حتى فيما بعد لو تم عملية الاكتشاف تاعها سوف إيش توضع في هذا المكان لاحظ أن الجدول الدوري أيضا زي ما أنت شايف يعني مكون من ميتالز ونون ميتالز مكون من ميتالز اللي هي العناصر الفلزية ونون ميتالز اللي هي العناصر اللافلزية طبعا هذا كل الكلام هتلاقيه في الشرح الاسفل لكن انا الان يعني بوضح لك اياه من خلال الشرح الكلي للجدول الدوري اه لاحظ انك الميتالز هنا اللي هي كل العناصر اللي عند الهيفي لاينز الخط الهيفي لاينز هذا الخط الغامق هذا الهيفي لاينز هذه المجموعه الموجوده قبل الهيفي لاينز بنلاحظ انه كلما اتجهنا من اقصى اليسار الى في اتجاه اليمين من اليسار إلى اليمين فإن الصفة الفلزية تقل تدريجيا يعني أكبر العناصر الفلزية متلاقيه مثلا في المجموعة الأولى وبعدين تبدأ في الدورات تقل من اتجاه من اليسار إلى اليمين وكلما اتجهنا إلى أقصى اليمين تظهر الصفة اللافلزية إذا المجموعة اللي هنا المجموعة اللي هنا اللي بعد الخط الفاصل الهيفي لاين هذا بنلاحظ أنه هذه العناصر هي عناصر آه لا فلزية عناصر لا فلزية اللي طبعا اللي تلاقيها على الجانب الخط هنا بنلاقيها اللي هي عناصر آه أشباه الفلزات والعناصر اللي بتبدا من البدايه حتى الهيفي ميتلز اللي هي عناصر لافلزية اذا عناصر لافلزية اكبر بكثير من العناصر الفلزيه العناصر الفلزيه الموجوده في الجدول الدوري عفوا اللي هي اكبر بكثير من العناصر اللافلزيه الموجوده في الجدول الدوري آه طبعا حتلاحظ هنا كمان في زي ما انت شايف في تو آه horizontal رو هذول التو هوريزنتال رو اللي هو الاكتنايدز واللانتانايدز الاكتنايدز اذا اللك... اللانتانايدز اللي هي هنا وكل واحده موجود فيها 14 عنصر والاكتنايدز ايضا موجود فيها 14 عنصر وهي هذه عباره عن اف بلوك اليمنتس اذا من ناحيه التقسيم هنلاحظ انه برضه اتقسمت اتقسم الجدول الدوري وفقا للي هو التوزيع الالكتروني تاعها وسمى المجموعه الاولى 1 اس وال 2 اس وال 3 وال4 وال5 وال6 وال7 وال8 اس هذه كلها اللي هو المجموعة عفوا المجموعة اس والمجموعة بي هنا مجموعة طبعا المجموعة اس تحتوي على اللي هي ال 1s2 1s و2s هنا بيبدا في ال1b2b3b4b5b6b طبعا زي ما حتكلم عليها بعد شوية إن شاء الله تعالى أو في المحاضرة القادمة وحنبين اللي هو كيف التوزيع الالكتروني واحنا وكيف سمينا لكن الان بدك تعرف انه احنا حنسمي المجموعه الاولى 1s والمجموعه الثانيه 2s المجموعه رقم 3 هنا 3a و4 و5 و6 هذه بسميها و يعني ال1b و2 و3 الى ال 6 اللي, اللي بيحتوي البي على اللي هو ست الكترونات وهنا موجود عندي اللي لاحظ ال عناصر الموجوده في البي في الجروب 3 بي وال 4 بي الى اخره اللي هذا موجود فيها اللي هو 10 عناصر هذه ال 10 عناصر المجموعه هذه بنسميها مجموعة الترانزيشن ميتلز اللي هي مجموعة العناصر الانتقالية مجموعة العناصر الانتقالية وهي دي بلوك إليمنتس دي بلوك إليمنتس والعناصر الأخيرة الموجودة اللي هي مفترض تكون موجودة داخل الجدول الدوري يعني بعد العنصر الانترايد 57 وخمسين بيجي سيزي هو عنصر قديش اللي هو ثمانية وخمسين ويبدأ بنتهي إلى واحد وسبعين بنتهي إلى الواحد و70 وببدا من عند ال 71 هنا العنصر 72 73 وسبعين وسبعين لآخره، برضه مجموعة الاكتنايدز أيضا بتبدا من العنصر من بعد العنصر 89 ببدا 90 وبعدين بنتهي إلى 103 وبيبدا هنا اللي هو 104 وكأنه هذول الاثنين موجودين في المجموعة هذه لكن ليش رفعوهم حطوهم في نهاية الجدول الدوري حتى لا يصبح الجدول الدوري طويل جدا بحيث إنه يكون منظره يعني غير لائق ولذلك اخذوا المجموعتين هذول وحطوهم لحالهم وهذول طبعا اللي هو انت بتلاحظ انه المجموعه ال14 عنصر هنا وال14 28 عنصر الموجودين هنا اللي هو موجودين في الاف بلوك اليمنتس اذا هنا في عند الاس بلوك اليمنتس والبي بلوك اليمنتس وال ما يسمى بالدي بلوك اليمنتس والاف بلوك اليمنتس زي ما نتكلم عنه في الكترون كونفيجريشن للعناصر فيما بعد ان شاء الله تعالى طبعا لازم انت تلاحظ انه في الترقيم الحديث للجدول الدوري انه اعتمدوا بدل ما يعتمدوا اللي هو الرومان نمبر اعتمدوا اللي هو ما يسمى بالاروك نمبر وبدا من الرقم واحد 2 3 4 5 6 الى 12 13 14 16 15 16 17 وال 18 اذا بدا الجدول الدوري يرقم حسب الارابيك نمبر من رقم 1 الى رقم 18 اي 18 عنصر الموجودين في الدوره الواحده في هذه المجموعات بدل ما انه احنا نقول جروب 1 اي وجروب اه اللي هو 3 بي والانت زي ما انت شايف لا هنرقمهم ترقيم الرقم نمبر اللي هو من عند الرقم رقم واحد ويبدا الرقم 2 3 4 5 الى اخره الى 18 الى الرقم 18 الان طبعا لاحظ انه الجروب هي عباره عن يعني طبعا احنا اخذنا البيريود البيريود وقلنا ايش هو البيريود وقلنا الجروب ايضا هي عبارة عن اللي هو الفيرتيكال column اوف اليمنتس in the بيريودك table هو عبارة عن الاعمدة الراسية للعناصر الموجودة في الجدول الدوري الاعمدة الراسية زي ما انت شايف هذا يسمى الجروب اللي هو مرقمة باللي هو الارابيك نمبر والرومان نيومرانس اللي هو و اي Letters A و Letters B زي ما احنا قلنا لك قبل شوية كمان في ملاحظة ثانية Second Notation انه الانترناشونال Scientific Commission has ريكوندد The Arabic number 1 over 18 are used يعني استخدمنا من رقم 1 إلى رقم 18 ولو انت طبعا اخذت احد المجموعات زي المجموعه 6A 6A موجود فيها الاكسجين والكبريت والسلينيوم والترينيوم والبولونيوم هذه المجموعه الاولد نوتيشن تاعه كانت بتسمى 6A الاولد نوتيشن هي الاولد نوتيشن هي 6A زي ما انت شايف هذا هذه المجموعه اللي هو 6A الـ لكن الـ في الترقيم الحديث سميناها المجموعه 16 ال 7a سميناها 17 مثلا ال8a سميناها ال 18 وهكذا انه احنا سميناها بنوتيشن جديد نيو نوتيشن نيو نوتيشن بعدين طبعا زي ما قلت لك انه في عندي الكالي مثل وفي عندي الكالين اير مثل الالكلمهال آه هي عباره هو اسم عام فور اني اليمنت ان جروب 1A ان ذا بييريوك تيبل اكسكلودنج اللي هو الهيدروجين انا قلت لك الهيدروجين طبعا موجود في المجموعه ليس منها موجود في المجموعه وليس منها ليش لانه هو نان ميتال هو نان ميتال لكن نوضع في المجموعة الأولى الهيدروجين لأنه الاتومك نمبر حسب الأتوميك نمبر تاعه أنه أخذ رقم واحد لكن هو الوحيد اللي فيه المجموعة اللي هنا اللي هي مجموعة 1A لا يخضع أنه هو لا فلز والباقي المجموعة كلها اللي هي فلزات والألكريمتل هذه كلها عناصر الألكريمتل العناصر الفلزيه او عناصر الألكريمتل القاعديه العناصر القاعديه وهنا العناصر الاقلاء وهذا عناصر الاقلاء الارضيه هذا بسموه عناصر الاقلاء وهذا عناصر الاقلاء الارضيه في المجموعه رقم 2 مجموعة رقم اثنين والمجموعة رقم سبعة اللي هي بسموها المجموعة الهالوجينات والمجموعة رقم ثمانية بسموها مجموعة الايش النوبل جازز إذا هنا الالكالي ميتال is a general name for any elements in group one of the periodic table excluding اللي هو الهيدروجين وطبعا صفات هذه المجموعة أنها طبعا بتكون soft اللي هو بيكون لينة بتكون شاينة لامعة فلزات لامعة في اللمعان لا مع... في... الفلز طبعا إنها بتتفاعل مع الماء بشكل سريع جدا ريدلي رياكت وذ ووتر أما الألكلاين إيرت مثل برضو إن جنرال في في المجموعة في 2 في الجدول الدولي وإلها صفات اللي هي بتكون صوف برضو نفس العملية بتكون شايني ميتالز اللي هو لكن بتكون اللي هو التفاعل مع الماء أقل منه في حالة المجموعة الأولى آه on the extreme right of the periodic table يعني في أقصى اليمين في أقصى اليمين الجدول الدوري طبعا على حسب يميني أنا في أقصى اليمين الجدول الدوري بتلاقي العناصر الهالوجينات وبعدين عناصر النوبل الغازز في أقصى اليمين زي ما احنا شفناها هذه العناصر الهالوجينز is a general name for any element in group 7A of the periodic table هالوجينث هاد بتكون reactive كمان elements بتكون gases at room temperature بعدين بتكون هو لهو become such at temperature slightly above room temperature النوبل جازز كمان النوبل جازز اللي هي المجموعة الصفرية والمجموعة الثامنة في هي موجودة في المجموعة الثامنة the periodic table النوبل جازز هذه بتعتبر ان غير نشطه بتعتبر جازز طبعا بتكون خامله اندر جو فيو اف اني كيميكال يعني بتكون خامله الا انه لها بعض النشاط البسيط جدا في الطبيعه وهذا اكتشف حديثا انه لها بعض المركبات البسيطه جدا موجوده في الطبيعه في الجدول الدوري طبعا يعني كل عنصر من العناصر ممكن انك انت تحدده بالدورة والمجموعة بتاعته مثلا العنصر الاتوميك نمبر الو الاتوميك نمبر هذا هو عبارة عن الجولد اللي هذا موجود في الجروب 1 بي اللي هو المجموعة 11 بالترقيم العربي والبيريود 6 لو انت جيت تشوف الـ الـ الجولد مثلا في الجدول الدوري بدنا نشوف الجولد في الجدول الدوري نشوف وين الجولد مكانه ونحدد المجموعة والدورة نيجي نشوف الجولد اللي هو عبارة عن تسعة وسبعين نطلع على الجولد اللي هو الان يعني التسعة وسبعين الرقم بتاعه تعال نشوف وين التسعة وسبعين هنا, 79 هنا. هي هاي تمانية وسبعين هي تسعة وسبعين هاي الجولد اللي هو هنا زي ما انت شايف هذا الجولد اللي هو تسعة وسبعين ايش الدوره الموجوده فيها الدوره رقم 6 المجموعه الموجود فيها اللي هو ال1 الجروب 1 بي في المجموعه جروب 1 بي اللي هي ترقم برقم 11 ترقم برقم 11 اذا الان احنا قدرنا نحدد اي عنصر في الجدول الدوري من خلال معرفتنا للاتوميك نمبر بتاعه لو قلت لك الاتوميك نمبر بتاع 24 هقول وين رقم 24 بدك تحدد لي الاتوميك نمبر بدك تحدد لي اللي هو ايش هو العنصر في اي دوره في اي مجموعه باجي اقول العنصر 24 هي عباره عن العنصر الكروميوم موجود في الدوره رقم 4 البيريود 4 وموجود في الجروب 6 بي موجود في الجروب 6 بي اللي هو المجموعه السادسه بالارابيك نمبر لما انت بدك تيجي تقول لي مثلا ال الارزن مثلا اللي هو ال 33 مثلا يجي ناخذ عنصر او ال 33 يطلع هو الارزن الارزن هذا موجود في الدوره الرابعه اللي هو البيريد 4 والجروب اللي هو 5A اللي هو 15 اللي بيجي اللي هو بالاراك نمبر اللي هو رقمه 15 اذا ممكن من خلال انما نعرف العدد الاتوميك نمبر تاع العنصر نيجي نحدد الاتوميك نمبر Uh, ونحدد من خلال الاتوميك نمبر نحدد اسم العنصر ونحدد اللي هو الدورة الموجود فيها ونحدد المجموعة الموجود فيها كما هو في المثال التالي اللي هو المثال اكزامبل 3.4 uh, what is the chemical symbol of the element that fits each of the following descriptions based on the predictable uh, location اللي طبعا الان اللي هو بقول لك ايش الكيميكال سيمبل ايش الرمز الكيميائي للعنصر ايش الرمز الكيميائي للعنصر no اللي موجود وصفاته كالتالي الصفة الاولى موجود في كل من البيريود الثلاثة والجروب 4A طبعا نرجع للجدول الدوري ونشوف البيريود 3 الجروب 4A وين البيريود 3؟ البيريود 3 لو رجعنا للجدول الدوري نشوف البيريود 3 هي البيريود 3 وال 4A هي ال 4A وهي البيريود 3 اذا نضلك ماشي مع البيريود 3 وبعدين مع ال 4A العنصر اللي بيلتقي مع الخطين حنلاقيه اللي, اللي هو السيزيوم اذا العنصر السيمبول تاعه SI اللي هو السيزيوم اللي هو موجود في الدوره الثالثه وفي المجموعه الرابعة اللي هي مجموعة الكربون وبرضه بنفس الطريقة حنشوف انه البيريود فور نوبل جاز هو جاب لك النوبل جاز يعني المجموعة الصفرية او المجموعة الخاملة او المجموعة الثامنة والعنصر الموجود في البيريود فور حنلاقيه هو عبارة عن الكريبتون ذا 2 الكلاين ايرث ميثل اللي هو طبعا المجموعه الثانيه ما دام الكلاين ايرث ميثل اذا هي المجموعه الثانيه البيريود 2 اذا حيطلع في العمليه هذه عندي اللي هو عنصر البيريليوم حيطلع عندي عنصر البيريليوم ذا بيريود 3 هالوجينز اللي هي مجموعه الهالوجينات المجموعه السابعه والعنصر في البيريود رقم ثلاثه اللي هو حيطلع الكلور اللي هو كلورين الموجود في المجموعه السابعه الدوره الثالثة وهكذا ممكن أي عنصر من خلال الجدول الدوري تستطيع أنك أنت إيش اه تحدد هو في أي دورة وفي أي مجموعة من خلال الأتومك نمبر بتاعه وبعد هيك حنشوف ليش الكونفيجوريشن اللي هو الإلكترون كونفيجوريشن اللي نقدر من خلاله نحدد اللي هو العنصر الموجود في الجدول الدوري آه طبعا في الجدول الدوري قلنا انه يعني انه كان الجدول الدوري الشكل الحقيقي له اللي هو هذا الشكل الحقيقي زي ما انت شايف حسب الاتوميك نمبر المرتب ترتيبا لاحظ انه مرتب ترتيبا تصاعديا حسب الاتوميك نمبر 1 وهي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 uh, بعدين uh, تيجي العناصر اللي موجودة هنا اللي هي العناصر الانتقالية اللي هي ترانزيشن آه ميتلز وبعدين تيجي على الاكتنايدز اللي هي هيها حطها ضافها في الجدول الدوري لاحظ انه الجدول الدوري طبعا صار طويل جدا وصار يعني آه الشكل بتاعه طبعا يعني آه اقل ترتيبا لانه طبعا لازم عشان نقلل من مساحه الجدول الدوري لاحظ هنا الترتيب زي ما انت شايف خمسه وخمسين سته وخمسه سبعه وخمسين وخمسين تسعه وخمسين وهكذا 71 72 بعدين يجي 89 90 الى اخره 103 104 اذا هذا هو الترتيب الطبيعي للجدول الدوري قلنا لو احنا اخذنا الجدول الدوري بالصفه هذا حيكون طبعا كبير جدا موجود في الرسم او التيبل لكن احنا حاولنا نختصره حتى يكون الشكل اكثر يعني لياقه في الكتابه. طبعا الجدول الدوري موجود فيه الميتالز والنون ميتالز زي ما انت شايف ميتالز ونون ميتالز الميتالز اللي انت شايفها زي ما انت شايف العناصر حسب الكلوك وايس اللي هو عقارب الساعه لو احنا بدنا نمشي من خانه من عقارب الساعه بهذا الشكل هكذا بتمشي عقارب الساعه اذا حيجي عندي اول عنصر هو الالمنيوم الثاني اللي هو الليد الثالث اللي هو التن الرابع اللي هو الزنك يعني القصدير والخارصين ويعني الألمنيوم يجي بعده الرصاص بعدين القصدير وبعدين الخرصين ولو احنا نيجي من النن ميتلز طبعا نلاحظ انه هذه مواد صلبة وجميع النن ميتلز هي ايش جميع عفوا الميتلز هي اللي هي سوليدز ما عدا الميركري اللي هو بيكون اتروم تمرشر بيكون ليكود اللي هو الزئبق اذا جميع العناصر الفلزيه الميتالز بتكون عناصر صلبه ما عدا الزئبق اللي هو بيكون في درجه حراره الغرفه بيكون سائل النان <applause> ميتالز زي ما انت شايف انه ممكن تكون طبعا نان طيب ميتالز زي ما انت شايف لو انت بدات من حسب الكلوك وايس ابدا من عند الكبريت السلفر اللي هو اللونه يلو زي ما انت شايف اللي هو هاي السلفر اللونه يلو آه وبعدين يجي الفوسفورس دارك ريد اللي هو الاحمر الغامق الموجود بعدين يجي البرومين اللي هو زي ما انت شايف ريتش براون ليكويد ريتش براون ليكويد وكانه قاعد يقول لك انه اللافل النال... الزات ممكن تكون عباره عن سوليد زي ما انت شايف ممكن تكون عباره عن ليكويد زي البرومين وممكن تكون عباره عن جازز زي مجموعه الهالوجينات ومجموعه النوبل جازز إذا هنا بفصل لك ما بين الميتالز والنون ميتالز لاحظ انه الجروب 1 وجروب 2 are known respectively as alkaline metals and alkaline air metals إذا المجموعة الأولى والمجموعة الثانية سميناها alkaline وalkaline air metals أه وهذه طبعا عناصر فلزية طبعا العناصر الفلزيه ما هو العنصر الفلزي ميتال از ان اليمنت ذات هاز ذا كاركترستيك بروبرتيز اوف لاستر ثيرمال كوندكتيفيتي الكتريكال كوندكتيفيتي اند طبعا حتقول لي ايش المعنى هذا وقلنا لك انه الفلزات إلها خواص مميزة إلها إنها تكون لها لمعان فلزي موصلة للحرارة موصلة للتيار الكهربي قابلة لعمليات الطرق أو نسميها الطرق والسحب وهكذا طبعا كلها بتكون سوليدز اكسبشنز ما عدا الميركري بيكون هو عباره عن سائل لكن الباقي كله بيكون عباره عن مواد صلبه سوليدز عند ات روم تمبريتشر 25 ديجري centigrade يعني هذا عند 25 ديجري at روم تمبريتشر بيكون عباره عن ليكويد الميتالز جود كوندكترز جيدة التوصيل للحراره والكهرباء الموست ميتال دكتل يعني انها قابلة للطرق وممكن نعمل منها قابلة للسحب يعني دكتل ممكن يعني قابل للسحب درون انتو ويرز ممكن نحولها لأسلاك آه بعدين قابلة للطرق زي ما انت شايف آه كان بي رولد انتو شيتس ممكن انا احولها لصفائح عن طريق الطرق وهكذا الموست متل ايضا هاي لاستر ليها اللي هي شايني اللي هي لاستر شايني يعني لامعة آه بعدين بتكون هاي دينستي دينستي بتاعتها بتكون ايضا عالية وبتكون هاي ميلتنج بوينت كمان البلتنج بوينت بتاعتها اللي هي درجة الانصهار بتاعتها بتكون عالية إيه كمان يعني امانج the more familiar metals are ذا إيليمنتس زي الحديد ايرون والالمنيوم والكبر والسيلفر والجولد والليد والتن والزنك وهكذا كل هذه تعتبر اللي هو نان ميتالز يعني هو جاب لك امثله على بعض عفوا جاب لك امثله على بعض الميتالز اما النان ميتالز زي ما انت شايف از ان اليمنت كاركترايزد باي ذا absence of the properties of luster thermal conductivity electric conductivity and malleability يعني لاحظ انه الصفات معاكسه للميتال اللي هي النان ميتالز صفاتها معاكسه حيث انها ايش بتتميز انه ليس لها لمعان فلزي طبعا ما بتوصلش للحراره ما فيش توصيل للكهرباء ايضا غير قابله للطرق يعني لو جبت شويه فحم اللي هو الكربون وحاول تطرقه طبعا لا يطرق عندك لو جبت السلفر اللي هو الكبريت وحاول تطرقه هو عبارة عن باودر فيش غير قابل للطرق طبعا احنا قلنا اللي هو الميتل كلها مواد صلبة ما عدا اللي هو الميركري فقط اللي هو سائل اما تعال الماني اوف نان ميتال ساتش از هيدروجين اكسجين نيتروجين اند نوبل جازز ار جازز اذا تعتبر معظمها اللي هو جازز the only non metal found in liquid الوحيد الموجود في صورة liquid at اللي هو البرومين موجود في شكل سائل ايضا اللي هو صورة نان ميتالز زي الكربون الايودين السلفر الفوسفورس اند سو اون طب اذا معنى ذلك احنا استفدنا من النان ميتالز انه اللي بيكون في الحالات الفيزيائيه الثلاثه له اما في الغاز او في او في شكل ليكويد او في شكل اللي هو مواد صلبة وكل واحد طبعا لها امثلة عليها في الغاية في الشكل العام انه النون ميتالز اللور دينستز الكتابة بتاعتها واطي كذلك لور ميلتينج بوينت اللي هو نقطة الانصهار الها ودرجة الانصهار الها منخفضة Uh, contrast selected physical properties of uh, metals and non-metals. الآن طبعا الجدول هذا بيبين لك اللي هو المقارنة ما بين metal و non -metals. selected physical properties of metals and non-metals. لاحظ أول حاجة metals و non-metals أول شيء uh, high electrical conductivity. Uh, that decreases with increasing temperature. يعني الـ طبعا الموصل جيد او موصل ممتاز لدرجات للكهرباء وبتقل بزياده درجه الحراره، هنا طبعا بالمقابل انه البور الكتريكال كوندكتيفيتي يعني بكون رديء التوصيل للحراره او فقير بالنسبه للتوصيل درجة الحراره ما عدا الكربون لما نكون في حاله مع معدن الكربون يكون في حاله جرافيت ويكون موصل ل... للي هو درجه التيار الكهربي اثنين اه... هاي ثيرمال كوندكتيفيتي يعني عالي توصيل الحراره هنا جود هيت انسليتورز هنا يستخدم كعوازل عوازل ما عدا في حالة الكربون أيضا لكن في حالة إنه يكون ماس دايموند في حالة يكون ماس دايموند في هذه الحالة الكربون لما يكون في صورة الماس بيتلاقي إنه بيكون موصل للحرارة لكن بشكل عام كلها بنستخدمها كعوازل لدرجات الحرارة مثلك جري أو سيلفر لاستر يعني حتلاحظ إنه لها آه لمعان آه فضي وحتلاقي انها رمادية اللون، حنلاقي هنا نوع ميتاليك لاستر ملهاش لمعان آه فضي ولا لها لمعان طبعا آه فلزي Uh, almost all are solids طبعا معظمها سوليدز زي ما قلنا ما عدا الميركري هنا ممكن تكون سوليدز و ليكو هنا قابله لتركن بي ان شيتس يعني او بالمطرقه ممكن نحولها الى صفائح هنا طبعا بريتل اللي هي هشه في سوليد ستيت في الحالة السوليد هنا دكتل كان بي درون انتو ويرز ممكن احولها لويرز اه بالسحب هنا نون دكتل غير قابلة للسحب طبعا هذه هي ايش التيبل هذا بيفصل لك اللي هو المقارنة ما بين الصفات الفلزية والصفات الفلزية وزي ما انت شايف طبعا هنا ببين لك اللي هو الميتال والنان ميتال زي ما انت شايف النان ميتال يعني اللون الغامق هذا بتلاقي الرمادي بيمثل الميتال هذه كلها ميتال موجوده والنان ميتال باللون الازرق هذه كلها نان ميتال طبعا اضافه الى المثل يعني الجد... في الجدول الدوري هو بس هذول النون ميتالز في الجدول الدوري اللي هي عباره عن 22 عنصر 22 elements are non metals والباقي بيكون عباره عن ميتالز الباقي بيكون عباره اذا periodic تيبل locations for metals and non-metals بنلاحظ انه الميتالز موجوده في اقصى اليمين في الجدول الدوري اما الميتالز بتلاقيها في اليسار جدول الدوري في المنتصف الجدول الدوري زي الاكترايز والاكترايز والترانزيشن ميتالز اذا فقط العناصر اللافلزية 22 عنصر الباقي العناصر بنلاقيها نان ميتالز باقي العناصر بنلاقيها ايش نان ميتالز نوت نيسيسري To memorize which elements are non metals and which are metals. This information is. Uh اوبتنبل فروم ذا بيريودك طبعا احنا شفناها وحددناها في البيريودك وانت طبعا شفت وين الميتلز وين النون ميتلز يعني بس طلع النون ميتلز 22 عنصر الموجودين هذول باللون الازرق والباقي بتلاقيه ميتلز لكن هو النون ميتلز بالرغم من انها قليله جدا في الجدول الدوري بالنسبه للنون ميتلز من 118 عنصر الا انه بنلاقي لها اهميه كبيره جدا مثلا خذ مثال الماء الووتر الوتر مكون من الهيدروجين والاكسجين والاثنين نان ميتلز والاثنين نان ميتلز ونسبة وجود الاكسجين في الطبيعة والهيدروجين في الطبيعة هي اعلى النسب وبالتالي النان ميتلز بالرغم من قلة عددها لكنها وفيرة الوجود ولها اهمية كبرى في الطبيعة وفي الحياة الارتكراست مثلا لو اخذت انه القشرة الارضية in terms of metals and non metals shows that ذا uh, تو اللي هو اكثر عنصرين موجودين في الطبيعه بندنت موجودين في الطبيعه which account for 80 و في الميه بيمثلوا من في الميه of all atoms ار نان ميتالز زي الاكسجين والسيليكون هذول بيمثلوا اللي هو اكثر عنصرين موجودين في الطبيعه واثنين نان ميتالز زي الاكسجين والسيليكون بيمثلوا 80 2 10 في المية تعال للهيومن بادي الهيومن بادي كمان تلاحظ انه في الهيومن بادي انه ال ال which comprise over 29% 29% of all atoms ان the body ار non-metals الهيدروجين والاكسجين والكربون والنيتروجين هذول العناصر الاربعه تسعة 99 في المية من الهيومن بادي من الهيومن بادي اذا وهذول كلهن الهيدروجين والاكسجين والكربون والنيتروجين نيتروجين هو نان ميتلز وهذا يدل على ان نان بالرغم انه قليله العدد لكنها كبيره الاهميه زي ما قال تقل تعيرنا أن قليل عددنا فقلت لها إن الكرام قليل فالحاجة الكويسة بتلاقيها يعني زي ما يقولوا قليلة. طبعا الآن نقف عند اللي هو 3.6 electron arrangements with اتومز الكترون arrangements اوف atoms اوف اتوم ود ان شاء الله حنتكلم عليها المره القادمه في المحاضره الجايه ان شاء الله فالى ذلك الحين نترككم في رعايه الله وحفظه وامنه